عشاق الابتكارات والمشاريع والشباب حاضرة معنا في ركن خطوات ناجحة. فريال الجيمية، مرحبا بك فريال. مرحبا بك عزيزتي حياد. ونرحب كالعادة بصاحب المشروع والطالب الحاضر معنا بسا أمين، طالب جامعي ماستر 2 تخصص الأنظمة المدمجة بكلية الهندسة والمشروع السيارة الكهربائية. مرحبا بك فريال، مرحبا بالطالب. بك وهلا عزيزتي حياتي. تفضلي. شكرا لك. الله يخليك عزيزتي حياتي. شكرا. مشاهدينا الأكارم، تحية صباحية لكم جميعا أينما كنتم أنتم متابعين خطى النجاح بصفة خاصة ومتابعين برنامج صباح الجزائر بصفة عامة. دائما معكم في هذا الركن مشاهدينا، نمدكم بصلة بكافة التطورات التي توصل إليها طلبتنا الجامعيين في مختلف ميادين العلمية. طبعا مشاهدينا الأفاضل، خطى اليوم جاء لكم بمشروع مبتكر متمثل في تصنيع سيارة تقنية ذات التحكم عن بعد، وهي السيارة صراحة مشاهدينا اكتسبت المركز الثالث في مشاركتها في المسابقة الإفريقية في 5 و 6 و 7 من شهر ديسمبر لهذه السنة، فبطبيعة الحال فازت بهذه المرتبة نظرا للمميزات التي تقتصر عليها والتي تكتسبها صراحة. فالميزة الأولى هي كونها تكتسب حاملة ورافعة تقوم بحمل كافة الأثقال والأشياء، بمعنى أنها تسهل هذه المهام وهذه الإشكالية على مستعملها وعلى الناس كافة، فهي موجهة إلى كافة شرائح المجتمع، إضافة إلى أنها تحتوي على كاميرا بمثابة العين المجردة لمستعملها، فهي تعطيه صورة حقيقية عن الأشياء المحيطة به وعن المحيط الدائري به. كذلك هذه الكاميرا مشاهدينا الأفاضل تعطي إشارات تنبيهية في حالة وجود عراقيل في طريقها كي تنتحي أو تتنحى على هذه العرقلة. وبطبيعة الحال هذا المشروع المبتكر من تصنيع الطالب بسا أمين، طالب بكلية الهندسة الكهربائية بجامعة هوري بومدين للعلوم والتكنولوجيا في سنته الثانية ماستر تخصص الأنظمة المدمجة وعضو ناشط وفعال بالنادي العلمي سيلاك كلوب. أرحب بالطالب اللي حاضر معي. مرحبا. أهلا بك. يا أهلا بك، شرفت بلاطو صراحة. شرفنا. طبعا عرفنا بنفسك قبل كل شيء. عرفتوني ديجا بنفسي. بس يعني نخلوك الاختيار لك. طالب جامعي في جامعة باب الزوار، ماستر 2 في سبيشاليتي الكترونيك اللي هي سيستم مبارك اللي بالعربية أنظمة مدمجة. الأنظمة المدمجة. طيب أمين، قبل ما نحكي على المشروع يعني احكي لنا على المسابقة اللي قمت بها في هذه الفترة وفي هذه الشهر بالذات، ماذا بيا كذلك لو كانت بين المشاهد الكريم يتبع فينا المميزات اللي خلت السيارة تاعكم تكون من بين السيارات الناجحين. تفضل. المسابقة كانت عندها شهر قبل ما نبدأ المسابقة، اللي هم وجهونا باش نخدموا الروبو تاعنا، يعني عطاونا الكريت شارج اللي هو دفتر الشروط، دفتر الشروط اللي على حسابو تبعنا باش نخدمو هذا الروبو. واللي مدونا تاني لطابل اللي يكون فيها الروبو، اللي تبعنا على حساب هذيك لطابل باش خدمنا الروبو تاعنا. يبقى الديزاين تاعها وال البارتي تاع الالكترونيك تاعنا احنا اللي نخدموها بكل فريق وكيفها. طبعا من ابتداع سيلاك كلوب. ايه. ومن بعد احنا في هذه المسابقه كان الفتره الاولى كانت اونلاين، يعني كان توجيه كل 15 يوم كل 15 يوم نديروا معاهم ميت، يقولنا لافونسمون تاعكم وين راه، اسكوكم للروبو مازال، يوجهونا يقولنا واش كاين جديد في الطابله كاضافات، يعني باش تاخذوا احتياطاتكم من قبل. وثاني كنا في التيم ولا في الفريق كان كاين يبدا التيم تاعكم من شخصين الى 5 اشخاص وكل واحد عنده بارتي تاعو يخدمها، ثم كل واحد يخدم بارتي تاعو يقول لصاحبه بلي راني كملنا بارتي تاعو باش كيبدا الاخر، لازم يكون هناك عمل في الفريق باش الروبو تاعك ينجح. هذه هي. وبالنسبه للمسابقه كانت في لو 5 6 7 ديسمبر، في لو 5 كان نهار تاع لي تيست، ثم تشوف الروبو تاعك تحطه في طابله تشوف واش كاين نقائص واش كاين زياده واش تقدر تبدل واش تنقص. النهار الثاني كان نهار تاع كومبيتيسيون اللي كامل كان عندنا بالوقت باين باش كنجوز هذاك الروبو
طلع في تيست فينال والنهار الاخر كان لانسمون تاع اللي ربحوا في المسابقه ومعرفه النتائج. خاصه انه اللجنه كانت توافق او فيها يعني طلب دكاتره جامعيين هما اللي عطاوكم هذه النقطه لهذه السياره. نعم كان يعني علميه بالدرجه الاولى. كانت كان في كل طابله كان لجنه وكان كل لجنه كان فيها من شخص الى شخصين في اللجنه هذيك كانوا دكاتره من جامعات الجزائر. هما طبعا اللي عطاوكم هذه الاراء وهذه النقطه اللي فزتوا فيها في هذه السياره. طبعا امين انا متعوده في خطى النجاح دائما كسؤال قاعدي والبديه كيفاش جات الفكره للطالب الجامعي باش يبتدع المشروع؟ يعني الان الاجابه يظهر لي انها كانت مسبقا وفق دفتر الشروط. الفكره كانت من دفتر الشروط للمسابقه اللي قالت لنا نخدموا على هذا الروبو. ومن بعد كل واحد يزيد الاضافات تاعو على حسب الفريق تاعو ولا اللي يزيد اللي عندك. يعني لمسه الطالب ولمسه النادي كذلك. وثاني الشو تاع الماتيريال اللي تخدم به كيما لا كوموند تاع لي موتور شغل هادو كاع انت تخيرهم تاخذهم بعين الاعتبار. تبع برك دفتر الشروط على خاطر دفتر الشروط هو اللي تربح به لي بوان اكثر. اكيد. والمسابقه كل ما تربح دي بوان اكثر كل ما تربح هذاك هو البيوت تاع المسابقه. طبعا يعني شيء واضح. نمر الان الى السؤال الثاني اللي متمثل في المشروع المبتكر هو السياره المشاهدين المتواجده معنا الان هي سياره تقنيه ذات التحكم عن بعد يعني حتى اللي يتحكم في سيرها هو هذا الجهاز او المتواجد فوقها. يعني اللي كانت بيننا المشاهد الكريم كيف تعمل هذه السياره وكيف تسير؟ تفضل. بون هي فيها مانيت اللي تخدم بلوتوث. فيها السيركوي تاع كونترول الداخل. وفيها الباتري هي لاليمونتاسيون تاعو. يبقى الكونترول تاعو هي عنده دو موتور، موتور يكونترول هاد الجهه تاع السياره وموتور يكونترول الجهه الاخرى باش يكون كونترول ساهل. ميم كي في الطابله ما تلفلكش زعما كيكون الكونترول بهادو يسموهم الجويستيك يكون خير من تكونترول بالاتجاهات الاربعه برك. يكون شغل كل ما هادي شغل لا بريسيزيون تاعو لا فيت تزيد وتنقص على حسب السرعه والمكان وكذا. كيما قلنا ثاني بشكل اتجاه ثاني تقدر تزيد هذه كي تافونسي القدام هذه تولي للور. يكون عندك تحكم في لا فيتاس تاع لي موتور والاتجاه ثاني تاع. وثاني عنده كيما قلنا عنده الدرايفر تاعو اللي هو لي كونترول لي موتور وعنده لاكارت تاع الكونترول تاعو. عندنا دو موتور هنايا وعندنا السيرفو اللي يحكم بالبرا تاع اللي تحكم لنا. طبعا يعني كل اتجاه معين او كل شيء معين من هذا الجوانب عنده اتجاه خاص اللي يتحكم في سير السياره عن بعد. طيب نمر الان الى هذه يعني المتواجدة امامي اللي يقال عليها حامله او رافعه. يعني خيرت لها اسامي اثنين لانه حسب الشيء اللي تقوم به فهي تقوم بحمل الاشياء او ممكن حمل الاثقال لما لا. فالشيء اللي حبيت توضحه لنا يعني في امكانيه انك تعاود تفتح المشروع وتوضح لنا كل نقطه فيه المراحل اللي تمر بها هذه الرافعه، يعني اي خطوه تكون متواجده فيها وتتماشى عليها باش حتى هذه الرافعه تقوم بحمل لشيء معين وتاخذه. بون هي فيها سيرفو برك صغير هنايا هو اللي يتحكم بجزء من هذا البرا اللي هو هذا الكوتي. تلقاو فيه شغل هنا كاين سيرفو هذا اللي يحكم غير في هذا البرا، البرا هذا كي يتحرك يحرك اوتوماتيك مع هذا البرا. بطريقه اوتوماتيك يعني الاثنين يتماشوا مع بعض. الاثنين يتماشوا مع بعض حتى يحكم هذاك لوبجي تاعه. دوكا في هذا السيرفو شغل نمشيو بالعقل حتى لوين يلحق هذيك البياسة الشكل على حسب لافورم تاعها يحبس عندها ويحكم هذاك لوبجي ويعاود يعني يتماشى يعني انتم تمشوا عن بعد باش يعاود يرجع لمكان اخر يحط ذلك. وهذيك تفتح وتغلق كيف بالمونيتا عنده كونترول تاعها وبالثانية بالمونيتا عن بعد. عن بعد خاصة انها مرنة. امين يعني تقدروا حتى تضيفوا فيها الشيء اللي كان يعني ممكن الثقل ممكن الشكل يعني ما ياثرش عليها او على هذه الرافعة. يعني نقدروا نبدلوا ثاني في هذه الرافعة نزيدوا له لابيسونس تاعو تكون الا كانت حاجة شوية ثقيلة نزيدوا له في لابيسونس، الا كانت حاجة لازم نرفعوها نزيدوا لها دوغري ثاني. يعني كإعادة برمجة. إعادة ولا نزيدوها في السيستم. كي احنا تبعنا في واش كاين في دفتر الشروط اللي درنا هذا ولكن يعني بكل سهوله انكم تقوموا بزياده اضافات عليها. نعم. يعني بدون اي اشكال او اي حرب.
طبعا نمر الان اميل للروبوت الثاني المتواجد امامنا الان، هو طبعا روبوت تابع لمشاهدينا للسياره الذي يمتلك كاميرا بمثابه العين المجرده، وكذلك يمتلك كما نرى الان حساسات ومستشعرات للطرق، يعني هو يتتبع المسارات والطرق اليس كذلك امين؟ نعم. كي يلحق لشيء معين. فشي اللي حبينا نتعرفوا عليه، لو تحكينا على الكاميرا كيف حتى انها تنقل لكم الصوره كي تسهل عليكم الطريق، وكيف تستشعر الطريق باش ما يكونش هناك عراقيل، وكيف تتفاداها؟ نعم تفضل. فهاد السيارة عندها الحساس اللي هو ديتاكتور تاع اللالين، يجي من تحت ويجي قريب اللالين باش شكون اللي يقرا لي فالور بيان مليح. وعنده ثاني حساس تاع لي كولور، هذيك عنده دي زون هكا يحبس فيهم، كل زون عنده حاجه سبيسيال يدير، لا زون الاولى يفرغوا فيه لي بول هنا، يفرغوا فيه لي بول هنا، لا زون الثانيه تحبس دو سكوند، لا زون الاخرانيه اللي هي تفرغ هذوك لي بول اللي تعمرهم من الفوق. وبالنسبه للكاميرا اللي درناها تاع ديتاكسيون العباد اللي يجوزوا في الطريق، كنلقى في كاي شارج كاين قالوا لك بلي كاين عبد يقطع طريق لازم ديتكتيف تحبس له 2 سكون ولا 3 سكون حتى يجوز كاع عاود باش تكمل نتايا، وكيف كيف ثاني كي تكمل السيركوي كاع تلقى طوموبيل في الطريق حتى تجوز الطوموبيل هذيك باش تجوز انت. وفي لافان كاين شغل ليمبول هكا يقول لك وين تحبس، وهذا الشيء كاع يدير وحده اوتوماتيك. يعني مش تفادى ممكن المخاطر اللي تقدر يتحصل عليها مثلا كالسياره وكذا، يعني يتفادى الخطر باش ما يكونش يعني مدهوس من قبل سياره او شاحنه او اي شيء من هذا القبيل. فاخر شيء حبيت نعرفه امين لو تشرحونا، يعني كما قلت مسبقا انه السياره والروبوت هو تابع لدفتر الشروط، يعني هذا شيء واضح مفروغ منه، قمتم بتتبع الشروط وقمتم بتصنيع السياره، لكن تبقى دائما لنادي سيلا كلوب لمسه خاصه بهم. فالشيء اللي حبيت نعرفه الان من سيلا كلوب ومن بينك انت خاصه، لانه انت كذلك كعضو شاركت في هذه المسابقه، كيف ترى هذا المشروع بما انكم خدمتوا عليه في المستقبل؟ يعني هل من ممكن انكم تكون عفوا عندكم اضافات تابعه لكم لتابع سيلا كلوب لتعرفهم كنادي علمي مختص ومختلف عن كل النوادي العلميه اللي تكون كاضافه في هذا المشروع في المستقبل؟ بالنسبه للاضافه في هذا المشروع نقدروا نستغنوا عن هذه الحساسات اللي يكونوا تاع لالين وتاع لي كولور استشعار الطرق، ونديروا كلش في الكاميرا واللي هي كاميرا تاع ديتاكسيون لي ديتاكتي لالين ديتاكتي لا كولور وديتاكتي هذاك البنادم، زعما كلش يخدمها بالكاميرا ما نحتاجوش لي سونسور هادو. طبعا الكاميرا هذيك كانت تخدم بالتريتمون ديماج اللي هي لازم تدخلها كاع ان باز دو دوني في هذيك في هذيك الكارت باش شغل كي تلقى هذيك الحاجه اللي تيفيتيها ولا سويفيها، كيما لالين تعرف لها لالين دوكا تقول له مثلا في هذيك لالين يمشي ديريكت وهذه واش دير، تما كلش كان دخل كلش كاميرا تولي كلش اوتونوم بكاميرا برك ما تحتاج ليسانس راه. طيب لدي سؤال اخر، يعني صراحه اثار انتباهي فضولي لما حكيت انه الكاميرا هي اللي تكون بمثابه المستشعر. شو اللي حبيت نعرفه الان، هل من الممكن انه الذكاء الاصطناعي يكون عنده دور في هذا المشروع؟ اكيد، يعني اصلا في ديتكسيون تاع العباد وهذاك اللي يجوزوا في طريق الطوموبيلات كان بازي على الانتيليجنس ارتيفيسيال، وهي كونتي من الانتيليجنس ارتيفيسيال تريتمون دي دوني. ثم اصلا كان فيه ديجا في هذا المشروع، ثم احنا راح نسعوا باش يكون كلش بازي على الانتيليجنس ارتيفيسيال ماشي بديكابتور واحد اخر، يعني حتى انها تسهل لكم العمل صراحه وتربح كذلك وقت وجهد. طبعا يعني تمنيتنا لك بكل التوفيق ان شاء الله بحول الله، يعني ان شاء الله تكونوا باكثر ما اكثر ومزيد من التالق والنجاح ومسابقات اخرى وفرص اخرى كذلك ان شاء الله. ليس كذلك؟ شكرا لك امين. طبعا عزيزتي حياه تفضلي لك كذلك الكلمه. والله بما انك اخر سؤالي كان عن دور الذكاء الاصطناعي في مثل هذا المشروع، انا نظن انه مستقبلا كل المشاريع راح يكون يدخل فيها الذكاء الاصطناعي لانه اصبح ضروره حتميه. اكيد، يعني شغل كي تتبع الوقت اللي راك تعيش فيه تلقى كاع لي بروجي كاع لي بروجي مبازيين على الانتيليجنس ارتيفيسيال، ثم كي واحد دوكا في التخصص تاع الالكترونيك ولا في هذا المجال كي يعرف هذا الدومين سي ان بليس ليه، ثم وين دوكا وين تروح تلقى الانتيليجنس ارتيفيسيال وين تتحاكك معاها وين تخدم بها، ثم كي تعلمها سي ان بليس كبير ليك في هذا الدومين. صح، تعلموها انتم في الجامعات تدرجوها في نعم عندنا في المناهج تاعنا، وكان وحدنا في الكلوب ثاني نتعلموها، وكان اللي يقرا انفو يكون عنده قرايه اكثر عليها يجي خلفيه عليها ونتعلموا منه ونعلموه
هذا هو الدور تاعي في لوسيك. واحد يقرا في سبيسياليتي، واحد يقرا سبيسياليتي الاخرى، واحد يدي من واحد اسمها هكا باش كاع يستفادوا وكاع كاع نفيدوا وكاع نستفادوا. ربما انت مع فريال تكلمتوا لنا عن المشروع، انا راح نسرقوا لك فريال، راح نسرق امين. نتكلموا عن المسابقه في حد ذاتها، لانه معك الميداليه كنت شاركتوا في هذا الملتقى وكنت في هذه المسابقه ونلتوا الجائزه الثالثه مع نادي سيلاك. بالنسبه لكم كيفاش كان شعوركم وانتم تشاركوا في مسابقه افريقيه وعدد المشاركين اللي كانوا في كانوا كثير المشاركين في لافينال؟ كانوا 25 مشارك. 25 فريق ماشي مشارك، فريق كل فريق من مختلف الدول ولا من من مختلف الدول. نعم. هي كانت بطوله افريقيه. وكانوا كانوا كاينين من غانا ومن موريتانيا وتونس. نعم. ثاني وتما كانت افريقيه، والعرس اللي خلاتها مليحه سيكو النيفو كاع النيفو اللي كان مع الاخر. نعم. كان هو كما يقولوا الزبده تاع تاع لي جيسيون. تما كان النيفو شويه طالع والحمد لله قدرنا نحقق هذا المسار. نعم. من خلالك امين ومن خلال سيلاك وانتم شاركتوا في هذه المسابقه، اين تضعون الشاب الجزائري اليوم او الطالب الجزائري مقارنه مع اقرانه الطلاب الافارقه؟ اين تصنفون انفسكم في المراتب الاولى ام؟ نعم مازال يعني ما شاء الله طالب جزائري اليوم. لا ما شاء الله يعني تلقى امام كاين مام ماشي طلبه وطلبه وكان النيفو تاعهم كاع كلاسيين مع لي بروميي ما شاء الله. نعم. سؤال اخير، منذ الصغر وانت تحب الالكترونيات وتحب هذا العالم التصنيع وعالم الاختراعات؟ نعم، ملي كان في عمري يقل 13 سنه وانا نسيت دخلت في هذا. ما شاء الله. لهذا نقولوا للاسر شوفوا المراه الجزائريه في الدار اذا شافت ولدها شد اللعبه وكسرها وخرب فيها خليه براحته، لانه عندنا شباب اذكياء وعندنا شباب الذكاء الاصطناعي راه في مخهم خلاص صراحة. يعني مستقبلا راح نشاهدوا شباب جزائريين ما شاء الله حاملين لمشاريع وعندهم افكار مبتكره، وهذا ما تمناوه من خلال الشباب الجزائري اليوم. في الاخير امين، واش تتمنى مستقبلا خصوصا من خلالك لكل الشباب الجزائريين ونحن على مشارف نهايه سنه 2023؟ اكيد العام المقبل هو عام جديد ونحن دائما ما نحفز الشاب الجزائري لان يكون دائما في الصداره وان يكون دائما الاول في المحافل الدوليه. عندي نصيحه لهم انهم في تكون في فتره تاع الجامعه ما تبقاش غير تقرا وتروح للدار تقرا وتروح للدار ولا تشوف خدمه واحده. صح. سيد واش قريت ابليكي في الواقع، ما تبقاش غير في لا ثيوري، سي خدم واش قريت خدمه ولا يعني كذلك يستثمر الوقت شنو يداش الوقت وما تو يتعلم اكثر. ما تنشر تطلع نيفوك، ما اذا لقيت كاش مسابقات في الدومين تاعك يشارك فيه. اشارك معليش ما تربحش كيما انا ما ربحتش الخطره الاولى ما ربحتش الدوزيام، بس تربح تايا تربح. صح صح. الخطره الاولى دي اكسبيريونس، الخطره الثانيه تجربه ومليحه ليك ثاني كي تكلاسي مليحه، كي ما تكلاسيش هكا ديك التجربه. نعم. ان شاء الله بحق. امين عندك مواهب اخرى من غير الاختراعات؟ تبني هذه الموهبه فقط احسن موهبه، انا نظن انك تبقى في هذه الموهبه. بالنسبه للرسم كنت ترسم كي كنت صغير؟ ما ترسمش اكيد. انت وفريان نقول لكم يعطيكم الصحه، شكرا لحضوركم في هذا البرنامج. الاسبوع القادم اكيد مشروع جديد وشاب اخر، نتعرفوا على مشاريع جزائريه نتمنى انه تجسد على ارض الواقع. شكرا لكم.